جبير بن مطعم بن عدي بن الخيار بن نوهل بن عبد مناف جاء ليغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب فيقرأ بسورة الطور، فلما سمع أول السورة أعجبه هذا الكلام إعجابا شديدا، فقال هذا يمكن أن يكون شعرا أو سحرا أو نحو ذلك. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. مات الشعراء قبله ولم يبقى تأثير، إن شاء الله لم يبقى تأثير لأشعارهم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هم أصحاب عقول، هل عقولهم تأمرهم بالتشكيك في هذا الكلام من غير وجه؟ تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون هو طغيان النفوس فقط؟ أم يقولون تقوله؟ قد يقولون هذا الرسول فصيح وبليغ ومن أسرة فصيحة وبليغة، فيمكن أن يكون تقول هذا القرآن من عند نفسه ثم نسبه لربه. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هم أيضا من بني عمه فصحاب لغاء، فليأتوا بآية فقط سورة فقط مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هنا يفكر جبير بن مطعم فيقول: نعم هذا ليس كلام البشر، لكن من هو الرب الذي يتكلم هذا الكلام؟ من هو؟ فنحن مثلا يقول: ولدنا آباؤنا وآباؤنا ولدهم آباؤهم إلى ما لا نهاية. فأجابه الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا ادعوا ذلك بالنسبة للسلالات والآباء والأمهات، من خلق السماوات والأرض؟ من خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. ففكر قال: طيب عرفنا أنه كلام الله، لكن لماذا خص به محمدا من بيننا ولم يعطه غيره؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فالله هو مالك الخزائن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويختار ما يشاء، له الحكم في كل ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد اختار محمد صلى الله عليه وسلم من بين خلقه. قالوا: لعله وصل إلى ذلك بالحيلة، فاستمع إلى كلام الله عن طريق سلم يصعد به إلى السماء حتى يسمع كلام الله. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم راجع عقيدته الشركية التي كانت لدى قريش، وهي أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الملائكة هم الذين يأتونه بهذا الوحي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أم له البنات ولكم البنون. ثم فكر فقال: هذا الذي أتانا به معناه أنه يريد أن يستغلنا ويأخذ أموالنا ويتملك علينا. قال: أم تسألهم أجرا فهم مغرمون؟ هل تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ثم بعد ذلك فكر فقال: إذن هذا الرسول جاءه هذا الوحي من السماء من عند الله، وهذا كلام الله وليس كلامه هو، ولا يريد عليه أجرا ولا يريد أن يأخذ أموالنا به، لكن ما ندري هل سيتغلب على العرب أو يتغلبون عليه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فلم تبق له حجة، فاعتقلت ركبتاه فلم يستطع القيام. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وجاء يحبو فأسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.